ازيكم؟ كل سنه وانتم طيبين. معانا النهارده شنطه ارشيا 86 قطعه الاصليه. طالعين النهارده نعرض لكم تكوين 86 قطعه لكل الناس اللي طلبت التكوين ده. اول حاجه معانا معلقه العسل الجميله دي، طبعا زي ما انتم شايفين الديزاين الفضي بتاع المعلقه لكل عشاق اللون السيلفر. معانا الكتالوج بتاع الشنطه زي ما انتم شايفين قدام حضراتكم، تكوين بالكومبوزيشن اول حاجه معانا معلقه الاكل الكبيره، ما شاء الله تصميمها جميل جدا جدا زي ما انتم شايفين قدام حضراتكم. بعد كده معلقه الشاي الصغيره، ايه الجمال ده. وبعد كده معانا شوكه الاكل الكبيره زي ما انتم شايفين، تصميم رقيق جدا 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 لكل عشاق اللون السيلفر. طبعا في ناس كتيرة بتحب اللون السيلفر عن اللون الذهبي، عشان كده طلعنا نوريكو الديزاين ده. معانا طبعا السكينة ونوريكو الختم بتاعها. معانا 12 سكينة و12 شوكة و12 معلقة، ومعانا 12 معلقة للقهوة، جميلة جدا وصغيرة وحلوة كده، بتشرفك فعلا قدام ضيوفك لو انت بتقدمي. اول حاجة هنفتح معاكو الدرج الاولاني. اول حاجة معانا معلقة التقديم الكبيرة، معانا منها قطعتين. بعد كده معانا حامل الكيك، ما شاء الله ايه الجمال ده. معانا من المعلقة دي قطعة واحدة. وبعد كده معانا الكرنيب الكبير، ما شاء الله جميل جدا 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 وعملي جدا جدا جدا. انا طبعا لازم لما اجيب شنطه زي دي لازم استعملها، ما ينفعش ان انا اركنها زي ناس كتير بتعمل كده. معانا دي منها قطعه، ومعانا الماسك بتاع السكر، ومعانا الكرنيب الصغير معانا منها قطعه واحده، ايه الجمال ده. بعد كده معانا المعلقة دي معانا منها برضو قطعة واحدة، معانا من شوكة اللحمة دي قطعتين. بعد كده معانا شوكة الحلويات الصغيرة، معانا منها 12 قطعة، معانا من معلقة الشاي دي 12 قطعة. معانا طبعا معلقة مفرغة معانا منها قطعة واحدة. بصراحة ما شاء الله الشنطة جميلة جدا والديزاين بتاعها حلو، اللمعة الاستانلس بتاع المعلقة جميل جدا، ده يدل ان المعلقة معمولة من خامة محترمة جدا جدا جدا. وبكده نكون خلصنا الريفيو الكامل لشنطة المعالق 86 قطعة. اللي حابب يعرف السعر معانا يبعت لنا على رسائل الصفحة او على رقم الواتساب 010-7997 أو من خلال الاتصال التليفوني على نفس الرقم. أشوفكم في فيديو جديد مع منتج جديد. مع السلامة.